لنقاش هذا الموضوع. ينضم إلينا من لندن الخبير في أمن المعلومات أحمد الشيخ. لدي 6 دقائق معك سيد أحمد، نود أن نستغلها لمعرفة تفاصيل هذا الأمر، يعني آخرها يوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة روسيا. ما مدى الضغط أصلا الذي تمثله على المجتمع؟ من المعروف أن يعني الجميع مرتبط بهذه المواقع، في رأيك كيف يمثل ضغطا؟ تحرك يوتيوب بالذات سيمثل ضغطا كبيرا، لان اكثر من 70% من مستخدمي الانترنت في روسيا يستخدمون يوتيوب. يوتيوب هو موقع التواصل الاجتماعي او الشبكه الاجتماعيه او الشبكه السوشيال نتورك الاولى في روسيا، وبالتالي هي تتفوق. يعني الضربه التي تواجهها يوتيوب اليوم بحجب المحتوى الروسي هي ضربه اقوى من الضربات التي كانت واجهتها فيسبوك وتويتر. يوتيوب زي ما قلنا هو يسيطر على سوق التواصل الاجتماعي في روسيا، وبالتالي المستخدم الروسي يتوجه الى يوتيوب اولا قبل اي شيء. هذا ليس كل ما فعلته يوتيوب وشبكة جوجل، وإنما أيضا حظرت المحتوى الروسي على مستوى العالم وقيدت انتشاره وحجبت حتى قنوات روسية. باختصار، الرواية الروسية للحرب في أوكرانيا لن تلقى الرواج الذي تلقاه الآن الرواية الأوكرانية والغربية والأمريكية بفضل هذه القرارات التي اتخذها يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية. يعني الحكومات التي تدفع هذه الشركات باتجاه هذا القرار، بالتالي الشركات تخسر، هل لديها بدائل أم أن يعني لديها تبريرات لهذه الخسائر التي تتكبدها جراء الخروج من السوق الروسية الكبيرة؟ هي الحرب ما بين روسيا والشركات الأمريكية المالكة للشبكات الاجتماعية مستمرة منذ فترة حتى من قبل الحرب، ولكنها يعني اشتدت المعركة مع اشتداد الحرب ومع دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا. كانت هناك أزمات مختلفة، كان هناك الكثير من الشد والجذب بين الطرفين، وكان القرار النهائي لدى الشبكات إما أن تخسر السوق الروسي وتخسر الحكومة الروسية، أو تخسر الحكومة الأمريكية وتخسر كل الحكومات الغربية. وبالتالي فخسارة روسيا هي خسارة محدودة، خصوصا فيما يتعلق بشبكة مثل تويتر أو فيسبوك، لأنها لا تنتشر بشكل كبير في روسيا. على سبيل المثال، فيسبوك هو الموقع الاجتماعي الأول في العالم، ولكنه ليس الأول في روسيا. هو نصيبه في روسيا لا يتجاوز، يعني لا يصل إلى 40%، لأن هناك بديل روسي، هناك فيسبوك روسي أطلقته روسيا لينافس فيسبوك، وبالفعل هو ينافسه ويتصدر اهتمامات أو يتصدر يعني يتقدم على فيسبوك في الترتيب. لكن سيد أحمد، ما مدى بالفعل فاعلية هذه البدائل، قدرتها على أن تكون ضمن العالم أصلا؟ يعني المجتمعات تدخل لتكون جزءا من هذا العالم والمشاركة، إلى أي درجة البديل فعلا قد يكون بديلا ناجحا ومقنعا لمن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، لن يكون بديلا ناجحا، لانه يعني حتى الموقع الروسي في كي الذي يعني هو يتفوق على فيسبوك داخل روسيا لم يتفوق على مواقع اخرى مثل يوتيوب، وبالتالي هو لم ينجح او لم يكتسح داخل روسيا لكي ينجح خارجها. طبعا الحصار الذي تفرضه الشبكات الأمريكية أو الشركات الأمريكية المالكة للمنصات الاجتماعية يعني يضيق على الرواية الروسية. يعني على سبيل المثال، الحكومة الروسية عندما تريد أن تصدر بيانا هي تريد أن تخاطب العالم عن طريق تويتر، ولكن تويتر بالأمس حذف تغريدة للبعثة الروسية في جنيف لأنه اعترض على هذه الرواية. الرواية كانت تتعلق بقصف المستشفى، تويتر رأى أن هذه الرواية غير صحيحة وبالتالي حذفها. إذن طيب، فعندما تريد الحكومة الروسية أن تصدر بيانا أو تخاطب الرأي العام العالمي، فإن الشبكات الاجتماعية الأمريكية ستوقف أو ستتصدى وستوقف انتشار هذه الرواية الروسية. ماذا عن يعني المستخدمين الأشخاص العاديين؟ أكيد لديهم طرق لربما التحايل والهروب من الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، استخدام في VPN، استخدام الإيموجي ربما لتبادل الرسائل. هل من طرق لاستمرار، خاصة صانعي المحتوى وما لديهم متابعات كبيرة من الروس على هذه المواقع؟ طبعا الفي بي ان هو الملجأ دلوقتي للروس علشان يدخلوا على المواقع المحظورة، ولكن إذا تحدثنا عن صناع المحتوى هتواجههم مشكلة، لأن الشبكات الكبرى وخصوصا جوجل ويوتيوب
وقفوا الإعلانات على المحتوى الروسي وبالتالي أو داخل روسيا، وبالتالي فإن صانع المحتوى داخل روسيا لن يربح أموالا من العمل أو من نشر فيديوز. دي هتكون ضربة اقتصادية أخرى تضاف إلى الضربات الاقتصادية الموجهة لروسيا. وبعدين إذا المشاهد العادي أو الجمهور العادي لو استخدم VPN علشان يدخل من داخل روسيا على يوتيوب وتويتر وفيسبوك، هيشوف إيه؟ المحتوى الروسي تم حجبه، والقنوات الروسية RT وسبوتنيك وغيره تم حجبهم وتم حذف هذه القنوات. إذن فالمشاهد الروسي داخل روسيا عندما يستخدم VPN ويدخل على هذه المواقع لن يشاهد المحتوى الروسي، بل سيشاهد المحتوى الغربي الموجه لروسيا. وبالتالي هيكون ده يعني ضربة أخرى للحكومة الروسية وللرواية الروسية. مرة أخرى سيتم إضعاف الرواية الروسية لصالح الرواية الغربية، وهذه المرة في عقر دار الحكومة الروسية. أحمد الشيخ الخبير في أمن المعلومات كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا.